ولمناقشة هذا الموضوع، فوضى السلاح ونفوذ الميليشيات في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد السلام الطائي. مرحبا بك معنا دكتور عبد السلام. أهلا ومرحبا. كما تلاحظون دكتور، لا يمر أسبوع حتى نسمع عن مواجهات محلية الحكومة تصفها بالعشائرية، بينما يؤكد شهود عيان ومواطنون هناك بأنها اشتباكات ميليشياوية. أين دولة المواطنة بعد 2003 التي على ما يبدو اختفت أمام الطائفية والقبلية الموجودة في تلك المناطق؟ نعم، بلا شك كما هو متعارف عليه، عندما تتراجع المواطنة تفقد السلطة شرعيتها، لأن الدولة أساساً تستمد شرعيتها من خلال محافظتها على كرامة المواطنين وحمايتهم دون تمييز عرقي أو طائفي. الحكومات السابقة والحالية بعد عام 2003 أدت إلى تدمير الجغرافيا البشرية للمواطنة بالطائفية. نجم عن ذلك ارتفاع منسوب الثقافات الفرعية كالطائفية والعرقية والعشائرية، فأصبحت هذه الجماعات الفرعية حاضنات طبيعية بعد انهيار دولة المواطنة، لأن حلت محلها دولة الطائفة ودولة الأقليات، ودولة الأقليات حلت الحقيقة هي استنساخ لعقدة الشعور بالنقص الديموغرافي الذي تعاني منه إيران فعكسته على العراق. فطبيعة النظام في العراق هو أساسا نظام طائفي عرقي، نسخة متكاملة من النظام الإيراني. نعم. طيب دكتور، عندما يطالب شيوخ العشائر في البصرة على سبيل المثال، يطالبون الحكومة للتدخل في فض هذه النزاعات الموجودة، ولا تكون هناك استجابة قوية وجيدة من الحكومة، بماذا تفسرون ذلك؟ هل الحكومة معنية في إشعال وإبقاء هذه فتيل هذه الصراعات بين القبائل، أم أنها عاجزة عن التدخل؟ نعم، هو أسباب تراجع دولة المواطنة وظهور دويلات الطائفة والعشيرة وغير ذلك يعود إلى بداية عام 2003، حين تم تفكيك الوزارات الأمنية والجيش القائمة على المواطنة، والتي حلت محلها وزارات تقوم على الطائفة والمحاصصة، ومن ثم قامت الدولة أو الحكومة بتقنينها أو تقنين الطائفية بالدستور وشرعنتها بالفتاوى من خلال تأسيس الحشد الشعبي. فأصبحت جرائم القتل الفردي والجماعي من حالة شاذة في السياسة وفي الدين إلى واجب ديني بدين المرجعيات. شيوخ البصرة ليس بيدهم الحل والعقد، وإنما بيد هذه الميليشيات التي تم تقنينها بالدستور وشرعنتها بالفتاوي، وليس بيد العشائر كما أشرت. أما إلصاق الميليشيات لجرائمها بالعشائر، هو الغرض منه هو الحط من القيم العشائرية والدينية، ولغرض تجميل صورة الميليشيات. العشائر لا تمتلك السلاح طبعا عدا المرتزقة، ولذلك أبناء العشائر الآن الذين يقتلون هم من أبناء ثوار العشائر، يقتلون بسلاح الميليشيات والقناصين الإيرانيين. الظاهرة الغريبة أن العشائر هي عشائر السلطة، هذه العشائر المرتزقة. يعني على سبيل المثال نذكر، وهذه من مهزلة من مهازل العقل البشري، وحتى علم اجتماع الشواذ لم يجد لها تفسيرا، أن رئيس السلطة التشريعية في العراق يهدد باللجوء إلى العشيرة، الرئيس السابق، ومن ثم أعضاء في البرلمان كذلك يهددون باللجوء إلى العشيرة، لأن العشائر أصبحت تمتلك السلاح. ليست العشائر العراقية الأصيلة، وإنما العشائر السلطة، عشائر المرتزقة. نعم دكتور، من كما تعرف هناك هذه الصراعات وصلت إلى حد اعتداء الميليشيات على أملاك الدولة، والدولة في العادة لا تعلن كما تعرفون، بل قد تتهم العشائر والخلافات بينها وبين بعض العشائر بالاستيلاء على هذه الأملاك وهذه الأراضي. ما الحل باعتقادكم لعجز الحكومة أمام يعني مواجهة تلك الميليشيات؟ نعم، هو بالنسبة للاستيلاء على أملاك الدولة، هي أصلا الميليشيات استولت على خزينة العراق، واستولت على
النفط وعمليات تهريبه من قبل قادة الميليشيات في البصرة وفي أماكن أخرى. الشيء الذي يمكن أو أود أن أذكره أنه العمليات التهريب التي تتم وعمليات تبييض العملة وغيرها، أذكر فقط دراسة واحدة كما قلت لغرض تجميل صورة الميليشيات هنا في السويد. الخبير بالشأن العراقي أجرى دراسة ونشرت في مجلة الفوكوس. في المجلة في الدراسة توصل أن 70% من شيعة السلطة، منهم 40% ولدوا في إيران. معنى هذا أن جميع الحوادث التي تحدث في العراق هي وراءها إيران ومن يساندها بهذا الشأن. ولذلك فالميليشيات هي المسؤولة وتحاول تجميل صورتها بإلساق تلك التهم على العشائر العربية الأصيلة. نعم. بالإضافة إلى أن هذه الميليشيات أصبحت عبء على العراق وعلى الاقتصاد العراقي على وجه التحديد من خلال مكاتبها الاقتصادية واشتراكها في نسب كبيرة من نسب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية في العراق. نعم نعم، وهي التي تقوم بعمليات تهريب العملة وعمليات تبييض العملة، ولديها الآن مشاريع كبرى في أوروبا وفي كثير من الدول العربية وغيرها. الميليشيات الآن سلطة داخل السلطة، إن لم تكن سلطة فوق السلطة، يعني انتقلت من سلطة داخل السلطة، الآن أصبحت هي سلطة فوق السلطة، تمتلك قوة أقوى من قوة الجيش وتمتلك الطائرات، وهذه كلها عملية مدروسة لغرض خلق صراع ما بين الشعب، ما بين المكونات السكانية العراقية وما بين المكونات السياسية. هنالك رفض تام وشامل عبر عنه ثوار تشرين حينما رفعوا الشعار نريد وطن. فالصراع في العراق هو صراع ما بين المكونات السكانية وما بين المكونات السياسية. لا توجد دولة ولا توجد حكومة، وإنما الحكومة والدولة لا سلطة لها، ولا تسأل الحكومة ولا يرتجى منها أي خير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أشكرك جزيلا أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد السلام الطائي، كنت معنا عبر سكايب من ستوكهولم.